سماح. نانسي امسك. كان اخر حاجة ممكن اتصورها ان الاقيك انت اللي مستنياني. امسك. كنت مستني حد تاني يجيلك. هي صحيح اتجوزت؟ ايوه توفيق، مش كده؟ ايوه. رمزي بتحبه؟ مديحة ما تعرفش يعني ايه الحب. كل اللي تعرفه الشيء اللي يخص مصلحتها وبس. افتكر انت مش محتاج اني افهمك مديحة، بالذات بعد كل اللي حصل. مع اني في لحظة اتسرقت من نفسي وصدقت انها بتحبني. لما كنت رئيس الحسابات في الشركة وهي موظفة معاك، الكارثة اني كنت فعلا حبيتها. سماح انا تعبان، ممكن توصلين البيت؟ حاسس بحاجة؟ لا ابدا، بس عايز اروح. صحيح توفيق بقى مدير عام الشركة؟ ايوه. وشوكت بقى رئيس مجلس الإدارة؟ ايوه. وهي بقت رئيس الحسابات في الشركة؟ ما فكرتش وانت في السجن هتعمل ايه لما تخرج؟ لا. تحب تشتغل في الجورنال بمكافأة شاملة؟ موظف تاني؟ ما افتكرش. امال هتعمل ايه؟ مش عارف، انما هفكر. وتشكر يا سماعة على وقفتك معايا ايام القضية واهتمامك النهارده بميعاد خروجي، مع انه كان مفاجأة بالنسبة لي. ليه مفاجأة؟ احنا مش اصحاب؟ انت صحيح كنت في كلية تجارة وانا اداب، لكن كنا زملاء في اتحاد الطلبة. اهو كان نوع من النشاط بنشغل بيه نفسنا. بس انا اتعلمت منك ايامها حاجات كتير، أهمها إزاي الواحد يبقى له موقف. أنت ساعدتني كتير، وما تنساش أني محررة الحوادث وقضيتك كانت جزء من شغلي. متشكرة يا سماح. أنا في الجورنال، هتعملي تليفون زي ما اتفقنا؟ إن شاء الله. مع السلامة. ازيك يا عم بلال؟ استاذ رمزي ازيك يا بيه؟ اهلا. الحمد لله على السلامه يا بيه. الله يسلمك. عبده خليك قاعد هنا ما تتحركش، هكلم الحاجه قدر بالتليفون، هتبقى هول ليله. نعم نعم. انت مين؟ انت اللي بتخبي.
عايز ايه؟ عايز ايه؟ ايه ده؟ انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ ايه؟ روحي وبالنهار روح. انتوا مين؟ ايه يا سيد؟ في ايه؟ انتوا اللي في ايه؟ دي شقتي. الله، ده مجنون بقى. انت بتقول ايه؟ دي شقه الحاج قادر يا حضرت. الحاج قادر صاحب العماره، لكن الشقه دي بتاعتي. هي عم بنقول هذه شقه الحاج قادري وعم بيأجرها مفروش، ونحن بنأجرها منه ودافعين له 300 اهيب. شو بدك تقول هلا؟ بدي اقول تورونا عرض كتافكم دلوقتي حالا وتطلعوا برا. برا برا برا. يا لهوي ابليس. ازاي يا حاج قادر يتأجر شقتي مفروشه في غيابي؟ ازاي؟ اوعى. ايه في ايه؟ اصل ايه يا حاج قادري؟ ما تنطق. اهدى يا استاذ وافهم. اهدى اهدى ايه وافهم ايه؟ ما كل شيء واضح اهو. دي شقتي، غايب عنها بقالي 3 سنين، لسه راجع النهارده الاقي الاساتذه دول مأجرينها مفروش، ومعاهم شويه المحترمات دول اللي جايبهم المكواجي ولا البواب. اتفضل، ادي قدامك حاله دعاره واضحه زي الشمس. الله، اتفضل شوف شغلك. اهدى يا استاذ وافهم. ايه اهدى اهدى زي قبل ما تفتح محضر وتحقق معاهم ومع الراجل ده كمان. ايه انا؟ مش ممكن. مش ممكن ازاي؟ انت اولهم. ازاي تسمح لنفسك تعمل كل ده في بيتي يا استاذ؟ افندم، امال حضرتك مشرف هنا ليه؟ انا هنا في مأمورية محددة. مأمورية؟ مأمورية ايه ان شاء الله؟ ممكن تشرف معايا على الاسم؟ انا اروح على الاسم ليه؟ حكمي معاك يا حاج قادري. موجودة سعادة البيت، اتفضل. ممكن تقرا ده؟ مستحيل. لا ممكن. ازاي؟ ازاي ده حصل؟ عشان حضرتك من يوم ما دخلت السجن قعدت 2 سنين ما تدفعش الايجار المتاخر، والعماره دي باكل منها انا وعيالي. كان لازم ارفع قضيه واخد حكم اخلى للشقه والغى للعقد، والسرير السفري والدولاب اللي كانوا فيها بعناهم بالمزاد العالمي تحت حساب الايجار المتاخر. ازاي؟ ازاي ده كله يحصل من غير ما اعرف؟ خطيبتك حضرت كل الاجراءات بالتوكيل اللي معاها. التوكيل عملته لها عشان دفع الايجار، مش تتنازل عن الشقه. التوكيل مش مكتوب فيه تدفع ولا تتنازل، ده توكيل عام وبس. مستحيل مستحيل. ده انت ما عندكش ضمير. ده انا دافع لك دم قلبي 2000 جنيه خلو. خلو ايه يا استاذ؟ انا ما باخدش خلاوي من حد. يا مفتري، ده انت لو حسبت ايجار 3 سنين كلهم ما يكملوش 1000 من 2000. يا استاذ. نعم. اتفضل معايا تمضي على محضر عدم تعدي على ممتلكات الغير. عدم تعدي على ممتلكات الغير؟ يعني ده اجراء قانوني. إجراء قانوني.
إجراء قانوني. أستاذ رمزي، الحمد لله على السلامة يا بيه. إزيك يا حليم؟ الحمد لله يا بيه. أمال هي فين؟ فوق يا بيه، عند البيه المدير العام. ها؟ فاضل حاجة تانية؟ لا خلاص. لا مش خلاص، فاضل. فاضل إيه؟ ما أنت مضيتهم كلهم. أيوة بس لسه ما مضيتش هنا، إديني بوسة. الله يا توفيق، احنا في الشغل. شغل مش شغل، انت مراتي، اعطيني قبلة. الله يا توفيق، بلاش دلع. لا دلع؟ طب لازم اخد بوسة، يعني لازم اخد بوسة. وادي اللمبة الحمراء. استاذ رمزي، انا هنا المدير العام، وانا اللي حدث كان وقته ولا مش وقته. هاتي بوسة. لا 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 مدام، هاتي بوسة، ده امر اداري، نفذي. هاتي بوسة. لا 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 اهلا وسهلا استاذ رمزي، افتكستك فاهم الاوامر. اتفضل اتفضل، اصلا مشغول شويه. هاتي بوسة. عنده اجتماع استاذ رمزي. هاتي بوسة. لا 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 انتم وسطي على شبوسه كده برضه. منك لله يا شيخ. اصل المدام اتزحلقت، حبيت ابص اسندها، اتزحلقت وراها بس. اتفضل روح شوف شغلك انت على فندي. اهلا وسهلا استاذ رمزي. استاذ رمزي اتفضل اتفضل. انا في مكتبي. انا جاي لك انت. ما تنساش انك بتكلم مراتي يا استاذ. عارف، بس انت كمان ما تنساش انها خطيبتي، قصدي كانت خطيبتي، وبيننا حاجات لسه ما انتهتش، قصدي ما تصفتش. انا مفيش بيني وبينك حاجه. انا ما قصدتش اللي انت بتفكري فيه، هو سؤال واحد يختصر كل الكلام. ازاي تدي لنفسك الحق تتنازلي عن بيتي؟ ما بترديش ليه؟ اقدر افهم بقى معنى كلامك ده ايه؟ معنى كلامي اني من غير بيت دلوقتي ممكن تديني بيتك اعيش فيه؟ إيه؟ انت الظاهر بتخرف. مش بالظبط يا توفيق بيه، انا لسه ما خرفتش. طب عايز حاجه تاني قبل ما تخرف؟ عايز اقول لكم حاجه واحده بس، لازم تشوفوا لي حل في حكايه الشقه دي. يعني ايه؟ افهم على مهلك يا توفيق بيه، وباشرح اللي تفهمه لمراتك. عن اذنكم. هو عايز يقول ايه؟ احنا ناقصين بقى ولا فاضيين للعب العيال ده؟ ايه اللي انا عملته ده؟ رحت لها ليه؟ مش لازم اضحك على نفسي. انا لا كنت رايح احاسبها ولا اقدر احاسبها. انا ايوه، انا كنت مشتاق اشوفها. Yeah.
زحام وزحام في زحام ما يدفي القلوب محتاجة لأمان محتاجة لأمان ولا إنسان تايه غريب محذوف على كف الدنيا محذوف محذوف على كف الدنيا محذوف لا اسم لا اسم ولا لازم اخد حبيتين مش حبايه مش مهم المهم انا نفسي في سجاره بس الدكتور منعني من التدخين وانا في السجن ما انا بقالي حوالي سنه بسمع كلام الدكتور والحاله بتزيد مش بتخف انا محتاج سجاره كليوباترا سوبر لو سمحت ايه ده؟ ايه في حاجة؟ هي العلبة مش مسعرة ب 26 قرش ونص بس احنا بنبيعها ب 30 ليه؟ من غير ليه؟ الله طب مش هفهم تفهم ايه يا فندم؟ هي كده وكل السوق بيبيعها كده وإذا كان عاجبك وما كانش عاجبك ما تاخدش مننا بس مش هفهم تفهم ايه يا فندم رايك في اللي انا كاتبه في المذكره يا استاذ رمزي انت مش من حقك تكتب مذكرات انت تشوف شغلك وبس بس دي حاله اختلاس سرقه يعني سرقه ايه يا استاذ طب خلاص ما تزعلش ما تزعلش ازاي يا استاذ وانت بتتهمني بالسرقه طيب حقك عليا بكام ده بثلاثه سعر يبقى 26.5 وتلاتة ساغ يبقى 29.5 أبقى أنا عايز منك تعريفة مش مهم سلام عليكم الله يا أستاذ تمن البسكوت يا أستاذ أنت يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ حرامي 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 يا بوليس يا بوليس بس ايه يا حارس ظابط؟ الاستاذ توفيق انزل مدير شؤون ماليه واداريه اشتغل معايا في حياتي. في الحقيقه في الحقيقه احنا بنعطي الشركه اقصى ما في طاقتنا وشوكت باقفى اكفى مدير عام مسك الشركه لحد النهارده. كل ده سواء مجاملات او حقيقه ملناش اعتراض عليه. لكن عندنا بلاغ وعاوزين نتأكد منه طبعا ده من حقك
هو راح فين؟ جري من هنا. طب ده شارع مفتوح وتلاقيه زاغ. يعني ايه؟ هو سرق منك ايه؟ قلب السجاير وباكو بسكوت. بسيطة، عوضك على الله. بسيطة ازاي؟ ازاي يا حضرة الأمين؟ ده رزق ورزق العيال. طب انا اعمل لك ايه؟ هاتهولي وانا اوديه الاسم. يا حضرة الأمين، يا حضرة الأمين، الله. يا ضلال يا عديم الضمير، انا برضو اللي حرامي؟ يعني انت تسرق وتبجح واذا كان عاجبني ولا عاجب غيري ولما اخد حقي منك هبقى حرامي؟ ايوه حرامي. انتوا الحرامية. انت طول عمرك موظف مشبوه. ارجوكم اي مواجهه تانية بينكم هضطر اوجه لكم تهمه اهانه النيابه. يا فندم ارجوك تبتدي استجوابي، وانا هقدم لسيادتك كل المستندات اللي تثبت انه هو الموظف المختلس. طيب طيب اتفضلوا استريحوا بره وانا هطلب اللي انا عايزه. تحت امرك. خليك انت معايا يا استاذ شوقي. مديحة. أنسة مديحة؟ أيوة يا فندم. إيه معلوماتك عن الموضوع؟ أنا ما عنديش أي معلومات، كل اللي أعرفه إن رمزي كان تعبان عشان مش لاقيين شقة نتجوز فيها، ما كناش قادرين ندبر الخلوة، وفجأة رمزي دفع 2000 جنيه خلوة شقة ومستنيينها تتشطب عشان نتجوز. عندك فكرة عن مصدر 2000 جنيه دول؟ لا. مديحة. أستاذ رمزي ما تضطرنيش أطلعك برا. بس أوضح. لسه هسألك كتير، ابقى أوضح زي ما أنت عاوز. ممكن تستريحي شوية؟ ماشي يوم في سكتي
حاولت أشرح كلمتي في الدنيا هس خطوتي يا قاضي الحياة ماشي يوم في سكتي حاولت أشرح كلمتي في الدنيا هس خطوتي يا قاضي الحياة طريقي سدوه ريشي قصوه قلبي كسروه عمري ذبحوه يا قاضي الحياة والعمل لا بيت ولا فلوس ولا شغل وانا محتاج لدواء انا لازم اعمل حاجه لازم انتقم لنفسي منهم دول هدموا مستقبلي يبقى لازم اخد بطاري اخد بطاري يعني اقتل ليه لا وابقى قدام الناس مجرم مش واحد بياخد بطاره طب ما ابعت للجرايد اشرح لهم موقفي قبل ما اعمل اي حاجه ايوه ابعت جواب لسماح هي هتقدر تفهم اللي عايز اقوله او اعمله نفسي أشرب قهوة نعم بس الدكتور مانعني من القهوة نعم آسف عايز أشرب قهوة من غير سكر لو سمحتي تحت أمرك إكس علامة معناها الخطأ عنوان غريب اللي تقع عينه عليه أو حتى يسمع بيه على طول يقول اللي كتبه مجنون مع ان لو فتحنا عنينا بس شوية وبصينا على جبين الاغلبية هنلاقي علامة الخطأ مكتوبة بالخط الثلث ده مختلس وده غدار لدرجة انه في عينين البني ادمين حاجة من اتنين يا اما دموع فؤاد موجوع من رؤية الخطأ حواليه ومفيش حاجة في ايديه يعملها يا إما حيرة وقلق رهيب وتأنيب ضمير لأنه لوحده صاحب الذنب والخطأ عماد بيه أهلا دي فلسفة ولا شعر؟ اتفضل أنا كنت قاعد جوه إنما هقعد معاك شوية لما ببقى فاضي باجي أخد قهوة هنا شفتك قلت أسلم عليك وأطمن على أخبارك يا اللي أنا فاكره إن الدكتور كان منعك عن التدخين يلا ما بقاش فيها غير سيجارة واحدة بس اتفضل هاخدها عشان انت ما تشربهاش ها ايه اخبارك كويس الحمد لله رمزي انا اتمنى اساعدك صرحني انا لسه معايا الكارت بتاعك لو احتجت حاجة هتصل بسيادتك كنت اتمنى تفتح لي قلبك اكتر لكن سلام خليك خد بالك من نفسك ها نعم علبة سوبر لو سمحتي حاضر Thank you.
في بعضنا يصنع دايرة الخطأ بإيديه الاتنين عشان يطحن فيها أخوه الإنسان الغلبان اللي بلا باه ولا هيلمان، والغلبان اللي بلا جاه ولا هيلمان لما يتمكن يبقى ألعن من شر ما خلق. المطحون طحان والطحان مطحون منه إليه وبالعكس. البني أدمين جميعا مسجونين في دايرة الخطأ. لأنس السماح، ماله يا دكتور؟ نتائج التحليل هتظهر بعد ساعتين، اطمني. هو دلوقتي نايم تحت تأثير المنوم. احنا عرفنا عنوانك من الجواب ده، لقيناه معاه. اتفضلي، عن إذنك. لاحظت لساني ما نطق بالحق وقال في وشي الغش لا، مع انه كان بامكاني السكوت واملى جيبي بالذهب والياقوت واول مره وتعدي، لكن ثبت على الحق وقلت للخطا لا وشاورت على المخطئين، ومن ساعتها اتكرهت. صبحت غير مرغوب من جميع الخلق، اللي كان قريب صبح غريب، واللي كان حبيب صبح عدو، وضربة بعد ضربة اتوجهت لعمري. ومع ذلك ما يأستش ولا سلمتش وحاولت اواجه الطوفان. احنا مش معادنا واحدة ونص. انت فين طول النهار؟ لا جيت المكتب ولا رحت البيت. انا معادي معاك هنا ليه؟ في حاجة؟ رمزي يا سيدي. رمزي؟ رمزي مين؟ رمزي بتاع الحسابات. الحكاية اياها مال؟ خرج من السجن وجالي النهاردة الصبح المكتب. جاي عايز ايه؟ هو ما قاليش هو عايز ايه، لكن باين عليه نوع الشر. على العموم انا مديك الميعاد هنا عشان الجماعه اصحاب العمليه الجديده لحاض وياهم واعتذر لهم بالنيابه عني لحد ما ارجع لك. راح فين؟ مشوار صغير كده. هتغيب كتير؟ ساعه ساعه ونص مش اكتر. يلا يلا روح لهم قبل ما يقلقوا. هما من ناحيتهم شطبوني من حياتهم، كأني لما نطقت بكلمة الحق مت. لأني لما نزلت البير برجلي وتحديت الخطأ حكم علي الصغير قبل الكبير بالغرق،
لحد ما أصبحت عنوان على الخطأ. أنا جنبك. على مالك؟ أنا فين؟ مستشفى. خليك مستريح. الجواب الدكتور سلمه لي. إزاي الحال دلوقتي؟ أنت لا تقول يا دكتور. لا ولا حاجة، شوية إجهاد. الظاهر إنك مش واخد بالك من صحتك اليومين دول. يعني أقدر أسيب المستشفى يا دكتور؟ لا، انت هتفضل معانا هنا كم يوم. حضرتك مش بتقول مجرد اجهاد؟ ايوه، بس هو محتاج لرعايه. يلا بقى عشان نكمل كلامنا واحنا في اوضه الكشف. الله، انتوا لسه ما كشفتوش عليا؟ يعني مجرد اجراء طبي. نتاكد. تتاكدوا من ايه؟ من الاجهاد؟ رمزي اسمع كلام الدكتور، ما تبقاش غلباوي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا. تعالى مكانك. ماشي. ايه الاخبار؟ احنا موافقين على كل طلباتكم. على خير الله. في صحتكم. اتاخرت شويه. مش قوي. اشرب. خير يا رمزي؟ انا مش فاهم اي حاجه. طب روح انت الاوضه ارتاح وانا جايه وراك. طمني يا دكتور. الأنسة سماح. أهلا يا أنسة. الحقيقة أنا عاوز أصارحك، رمزي لو بذل أي مجهود زيادة هيبقى خطر جدا على حياته. أنت متأكد؟ العمار بن عياد الله، ممكن يكون غلطانين في التشخيص، لكن التحاليل بتقول ان كرات الدم عنده بتاكل بعضها، يعني طاقته بتقل بالتدريج. اللي بيبذله في مجهود ما بيستردوش تاني. على العموم لازم يستريح تحت اشرافنا اطول مدة ممكن. عن اذنك. رايح فين يا رمزي؟ الدكاترة دول هيضيعوا وقتي. أنا مش هستنى هنا أكتر من كده. أنت بتقول إيه؟ أنت لازم تستريح. مش هستريح إلا لما انتقم منهم. تنتقم من مين؟ من اللي ضيعوا مستقبلي. من اللي دخلوني السجن وخلوني مجرم في نظر الناس. يا رمزي، حاول تنسى اللي حصل. وفكر في صحتك أهم. مش أهم من إثبات براءتي. الناس لازم تعرف إني بريء. مظلوم، ضحية، والمجرمين الحقيقيين عايشين مرتاحين مبسوطين. أنا هقتلهم واحد واحد. لا، اهدى يا رمزي. أنا عارف قضيتك كويس ومستعدة أقف جنبك وحرك الرأي العام لحد ما يعيدوا النظر في القضيتين ويثبتوا براءتك ويدخلوهم السجن. كلام فارغ، مش هيحصل. الله، انت قفلتي ليه؟ يا رمزي اديني فرصة أساعدك. مش هتقدري تعملي حاجة. دول غيلان، اللي يقرب منهم بياكلوه. دول ما ينفعش معاهم غير القتل. هاتي المفتاح. يا رمزي انت مش قاضي ولا جلاد. مش ممكن اوافقك على تفكيرك ده، ومش ممكن اسيبك تنزل. انت في حالة مش طبيعية. بقولك هاتي المفتاح. ارجوك ما تزعقش، حاول تهدى. اي مجهود مش كويس عليك. هاتي المفتاح. انا تعبت يا رمزي. انت تعبت. انا مش عارفه اقول لك ايه يا رمزي. ايه ده يا رمزي؟
انت لو نزلت هم اللي حيقضوا عليك، مش انت اللي حتقضي عليهم. صدقني يا رمزي، صدقني. رمزي، 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 انا هجيب لك دكتور، هجيب لك دكتور. دكتور رمزي هيغمى عليه. طبعا يا استاذ. ووقع في الارض. راح فين يا استاذ؟ يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ. ايوه يا فندم، ده كل اللي حصل. ايوه، يعني حضرتك جاي؟ حاضر، انا هتصل بالبوليس على ما سيادتك توصل. عم صابر. نعم. اديني مديريه الامن. حاضر. يجوز، يجوز في يوم اخطات مش بعيد، ولكل قديس النزوه، وانا مش قديس، لكن ده مش معناه اني ادفع عمري ثمن خطا غير ارتكبه. لو انا اللي ارتكبته كان الامر اختلف، لكن للاسف انا بدفع بعمري ثمن خطا غيري، انا المطحون في دايرته. يعني كان ممكن تنقذه حياته. الاعمار بين ايدي الله، لكن ما كانش في اي امل بالنسبه لنا كدكاتره. احنا كنا عايزينه يفضل تحت اشرافنا، يمكن كنا نستفيد من حالته في علاج اي حالات مشابهه بعد كده. يعني بتؤكد الحكم عليه بالموت؟ ده اللي بتحدده التقارير عن حالته. انا اشكر سيادتك على الاهتمام بالبلاغ لينا، لكن في حاله زي دي البوليس ما يقدرش يعمله حاجه. ازاي ما تقدروش تعملوا حاجه؟ ده انسان بيموت. قصدي ما نقدرش نرغم مريض على انه يتعالج، مش اختصاصنا. حتى لو عرفتم اهم حاجة في البلاغ ايه هي؟ انه رايح ينتقم. ينتقم؟ يعني ايه؟ يعني يقتل. يقتل؟ يقتل مين؟ انت متأكد ان الشخص ده هو اللي هرب من المستشفى؟ ايوه يا فندم. ليه يا فندم؟ هو في معرفة؟ اكتر من مجرد معرفة يا فندم. الكلام ده مش بسيط يا سماح، ونشره في الجورنال مسؤولية. يا ترى هو جد ولا مجرد انسان مجروح بيفض همومه على الورق؟ اللي شافه رمزي من الناس دول يخليني متاكده انه ناوي يعملها. انا هتولى الموضوع ده بنفسي، وهحتاج مساعدتك. انا تحت امرك يا فندم. اولا نسبق الزمن ونحاول نحمي الناس دول، وبعدين نبقى نحقق معاهم. نحقق معاهم ليه يا فندم؟ بعدين هفهمك. اتفضل انت بقى دلوقتي جهز نفسك للمهمه دي. رمزي، هي هيتنشر؟ ايوه، بس لازم اكتب له معاه كلمة. رمزي، ادي رسالتك انا بنشرها لك، لكن انا عايز اسالك سؤال. انت رمزي اللي انا اعرفه هو اللي كتبها؟ انا عمري ما اتصور رمزي يفكر يقتل، مستحيل. مطلوب اموت، مطلوب اموت عشان يعيش بهتان ضميرهم، لكن مين فينا راح يموت الاول، انا ولا هما؟ ده السؤال. على كل حال، إن كان لابد إني أقتل فده مش عشان بحب القتل، أبدا. أنا إنسان بريء لحد اللحظة دي، لكن أعمل إيه إذا كانت دي الطريقة اللي أقدر أرد بيها اعتباري؟ لازم
لازم قبل ما ارحل من الدنيا وما فيها اكشف دليل براءتي ونزاهة ذمتي. اتفضل. ممكن شوية مية؟ حاضر. الدواء ده يلزمه شوية راحة. يا ريت تقعد في البيت لغاية ما تخف. متشكر. العفو. رمزي، مش لاقية كلام اكتبهولك غير كلمة واحدة بناديك بيها. لا يا رمزي، لا يا رمزي، لا لا. انا مدهش من اللي بيحصل ده. بتحمو حياتي من ايه؟ مش عارف. انا مفيش حاجة بتهدد حياتي. ممكن تديني تفسير واضح؟ كل اللي اعرفه قلته لسيادتك. انا هنا بنفذ اوامر واضحة اني احميه. من ايه؟ مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ أرجوك تصرحني حضرة الضابط. أنا ركبي سايبة وأعصابي مش قد كده. كل اللي أعرفه إني لازم أحميك. تحميني من إيه؟ لما أعرف أبقول لك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. مساء الخير. أهلا يا هانم. تعالى يا توفيق، أنا عايزاك. اهلا، عن اذنك. اتفضل. اتفضلي. ايوه يا مديح. عايزين ايه دول؟ دول جايين يحمونا. يحمونا؟ يحمونا من ايه؟ من مش عارف. انا اعصابي مش تستحمل. انا هتصرف وافهم كل حاجه. ايه ده؟ الو عبد الله، حول. عبد الله يا وجيب، حول. انا مش فاهم حاجه. من حقي افهم. اقعد هنا واسكت شويه وانت تفهم. ايوه بس اقعد. حس وهرب. هو مين؟ خليك معاه. الله، ايه ده؟ رمزي، رمزي. فوزي. نعم. قول لهم ببونت اكبر شويه. حاضر يا سماح. الو سماح، الو. ايوه يا عم حسنين، مين اللي طالبني؟ الدهون. رمزي، إذا كان عنوان جوابك ينطبق على شيء يبقى على قرارك أنت يا رمزي. دول بيسرقوا رسمي. بيسرقوا رسمي؟ إيه معنى إنه البوليس يحميهم غير كده؟ جايز تكون فهمت غلط. لازم في حاجة تانية كانوا موجودين علشانها. طب ليه طردوني وجري ورايا؟ أنا سمعت الضابط بيناديني باسمي قبل ما أهرب منهم. مش معقول، مش قادر أفهم. أكيد في حد بلغهم.
سماح، الجواب هيتنشر بكرة. أنا حنسى شوكت وأدري ومديحة وتوفيق، لأن البوليس بيحميهم، يعني مش هقدر أوصل لحد فيهم. لكن أنا انتقامي الحقيقي مش شوكت نفسه أو أدري أو التانيين اللي عملوه فيا ودفعت تمن عمري، هو اللي بنتقم منهم عشانه. وأكيد في زي شوكت ومديحة والتانيين غلطوا في حقنا زي كتير، ومش معقول البوليس يكون بيحمي كل دول. عشان كده هقدر انتقم منهم وافضحهم بسهولة. رمزي ده جنون، منين تقدر تعرف الحرامي من الشريف والمجرم من البريء؟ تقدري تقوليلي واحد نهايته 100 جنيه في الشهر راكب عربية بعشرين ألف جنيه منين؟ ببساطة الواحد يقدر يعرف الحرامي من الشريف والمجرم من البريء. كل شيء واضح يا سماح، الأيوم بتشوف واللسنة بتتكلم، وأنا الوحيد في الدنيا النهاردة اللي عندي أكبر دافع إني أصرخ مش بس أتكلم. رمزي هيقولك يسألوكي لما يطلع الجرنان والجواب منشور فيه، وجايز يكونوا عرفوا إننا اتقابلنا النهاردة. قولي لهم لو ما كانش يضرك، قولي لهم سواء اعتبروني مجنون أو سفاح هيستمروا يطردوني، ويمكن أموت برصاصة عسكري أو ضابط منهم. لكن فرق العمر بين الرصاصة دي حتى لو كانت بعد دقيقة والوقت اللي تقريبا أعرفه يخليني ما خافش منها وأعمل لها حساب. بحبك يا رمزي. والدليل على براءتي قريب وبعيد علي، دفنين جوه قلوبهم. يبقى مفيش غير اني اشقها بايديا وانزع منها الدليل، ده الحل الوحيد. وبدل ما اموت بعاري اللي اتفرض على عمري، اموت وانا حاسس ان الكل عرفوا اني شهيد. اهلا. قريت ده؟ خير. ها؟ انا عندي شوكة بيع على فندي. اول حاجة قريتها الصبح. ش ش ش ش شوكة بيع. أنا محتاج تكون عندي الشجاعة اللي عندك عشان أفهم، وعشان لازم أطمن. أنا اللي عايز أفهم أنت بتتكلم عن إيه بالظبط؟ عن 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 مش عارف. أفتكر تروح مكتبك أحسن. يعني أنت مرتب المسائل كويس يا شوكة بيه؟ أي طيب أروح أطمن مديحة. مديحة؟ وإيه علاقة مديحة بالموضوع ده؟ لا أبداً، بس اصل هي اللي لفتت نظري للي مكتوب في الجورنال ده. عن اذنك. اهلا يا معلم، انا خفت ما تجيش النهارده كمان، العمال عاوزه تقبض. حسوني خد شيك وراح البنك وزمانه جاي. ربنا يكرمك ويعلي مرادك. مش عايزين حاجة تاني. سلامتك يا معلم. ما بتنزلش تقعد شوية ليه تحت يا معلم؟ عندي شوية شغل. سوق قصة. مع السلامة. المعلم مش طبيعي ليه النهارده؟ طبعا يا فندم. تحت أمرك. مع السلامة. ها؟ إيه جديد؟ تقدر سيادتك تطلع بنفسك. مش المقالة دي؟ قريتها. المهم دلوقتي معانا إذن النائب العام علشان نفتح ملف قضية رمزي القديمة. أظن الست الصحفية دي تقدر تساعدنا. تحت أمرك يا فندم.
لو سمحت مكتب العقيد عماد من هنا تالت اوضة على ايدك الشمال. ميرسي. العفو. اقول انسه سماح ولا مدام؟ انسه. خير رمزي؟ ماله؟ ايوه سعيد. اشاره منين؟ طيب جهز قوه وانا نازل لك حالا. يظهر انه حصل. احنا محاصرينه فوق يا فندم. وده رئيس عمال البنى اللي كانوا موجودين. خطفوا من وسطينا بيه فلاح الباصر معاه سكينه وجايز يكون معاه سلاح تاني. اتاخرت ليه؟ مجرد ما حطيت السماعه سبت الجريده وجيت على طول. طب بسرعه لم لي كل اللي حصل ده. طيب بهدوء يا رمزي. حالتك وظروفك ما تسمحش باللي انت بتعمله ده. وفي حاجات جديده لو تعرفها يمكن تغير اللي في دماغك. سلم نفسك رمزي. تسمع رمزي؟ اسمعني كويس يا رمزي. كل اللي بيحصل ده مش هو اللي هيحقق لك اللي انت عايزه. رمزي احنا كلنا مستعدين نقف جنبك ونوضح موقفك للناس. عن اذنك. ما بقالوش لازمه. انا مقدر مشاعرك. رمزي انسان يتحب. ارجو اني ما اكونش غلطان. مفيش حد على السطح يظهر هرب. مش ممكن. طب انا جاي لكم. خليك انت هنا مهما حصل لحد ما اندهلك انا من فوق. حاضر يا فندم. هتعمل ايه؟ رمزي محتاج يرتاح في المستشفى الكام يوم اللي فاضلين له، لكن ما افتكرش هيعمل ده بمزاجه. اوعى حد يتحرك. خليكم مكانكم. واخر ده كله يا رمزي؟ ما اعرفش. كل اللي اعرفه ان الراجل ده واحد من اللي دمروا حياتي. انا ما قدرش اتهمه لا في ماضيه ولا في شرفه، مع انهم بيقولوا ان كل ثروته من تجاره المخدرات. المهم انه اتقبض عليه من سنتين في حاله تلبس بياخد خليه ورجل، وخرج بكفاله. لا تحاكم ولا تنفذ في حكم، وزي ما هو ببجاحة بياخد خليه ورجل. عارف بيبني شقة بكام؟ ها؟ باربع تلاف أو أكتر شوية صغيرة. عارف بياخد خليه كام؟ ست تلاف وعشرة لو حسبناها بالنسبة لشاب شريف ومحتاج سكن عشان يتجوز ويتقاله عيلة زي كل البني آدمين. لو قلنا ماهيته تبتدي بتلاتين جنيه حسب التسعيرة، يبقى لازم يفضل اكتر من عشر سنين لا ياكل ولا يشرب ولا يلبس عشان يوفر الخلو المطلوب. وطبعا لو واحد حاول يحقق المعجزه دي هيموت في اقل من اسبوع. انا بتكلم عن الناس الشرفة طبعا. يعني الراجل ده حكم بالموت على اي واحد شريف بيدور لنفسه على سكن عنده. يبقى الحكم السليم عليه ان هو اللي يموت والشرفة يعيشه. وعشان مش من حق موته اكتفيت بالحكم عليه، وعليكم انتم بقى تنفذوه. رمزي احنا عارفين ده كله وبنقاوم وبندور على حل ليه. انت ليه بتحمي شوكت؟ ليه بتحمي كل الحراميه اللي معاه؟ انا مش بحميهم، انا بحميك انت. احنا هنحقق معاهم من جديد يا رمزي صدقني. خليك مكانك. وتحققوا معاهم ليه بقى؟ ما انتوا حققتوا معاهم من زمان. رمزي في حاجات اتغيرت، يمكن يكونوا قدروا يخدعونا قبل كده، لكن المره دي الوضع مختلف. وانا يهمني ايه في اللي انت بتقوله؟ يهمك، لانك لو حقيقي بريء براءتك المره دي هتظهر. موت يا حمار. رمزي
ممكن تفهمني عايز ايه بالظبط؟ عايزكم تفضلوا مكانكم، محدش يتحرك لغايه ما امشي من هنا. كل ده مش في مصلحتك يا رمزي. انا عارف مصلحتي كويس. سعيد، كل الحملة تتجه للشارع ورا البناية دي، هو هرب هناك. هو بيجري هناك اهو يا فندم، اهو. أنا مش عارف المجنون ده عايز إيه بالظبط. يلا. بحلم انا بحلم، بحلم لو كنت امير، بحلم انا بحلم، بحلم لو كنت امير، لو كنت امير امر الحواديت توهبني الدنيا خاتم سليمان. بحلم انا بحلم، بحلم لو كنت امير، بحلم انا بحلم، بحلم لو كنت امير، كنت اوهب كل فقير شقيان بيتي طويل من الجدران. بحلم انا بحلم، بحلم لو كنت امير، بحلم انا بحلم، بحلم لو كنت امير، كنت اوهب كل غريب بردان شمس الدف وحضن امان. بحلم انا بحلم، بحلم لو كنت امير، بحلم انا بحلم، بحلم لو كنت امير، كنت افرش كل الدنيا بورد واخلي الحب حقيقه بجد. بحلم انا بحلم، بحلم لو كنت امير، بحلم انا بحلم، بحلم لو كنت امير، بحلم انا بحلم، بحلم انا بحلم، بحلم انا بحلم، بحلم انا بحلم. شوفي يا أنسة سماح. أفندم، ده مش مقال يتنشر عن حادثة، ده دفاع عاطفي عن إنسان ارتكب بالفعل جريمة. المرة دي أنا بنفسي اللي هكتب عن الموضوع ده. يا فندم. ألو، اديني الأرشيف. أستاذ منصور، حضر لي صورة السفاح الجديد ده اللي اسمه رمزي من أرشيف قضيته القديمة. يا فندم، يبقى بنظلم رمزي لو قلنا عليه سفاح. أنسة سماح، لو تعاطفنا معاه معناه اننا بنقول لكل واحد يشيل سكينة او مسدس وينزل ينفذ القانون اللي يعجبه، ونبقى بننفذ قانون الغابة، وده اساسا مرفوض. يا فندم، موقف رمزي شيء مختلف. رمزي انسان. انسة سماح، ارجوكي خليني افضل فاهم ان المقال الاولاني كان بحسن نية، وخليني كمان محتفظ بفكرتي الكويسة عنك.
عندك رد على كل اللي سمعته من السكان اللي مأجرين عندك؟ اصل الـ ايه؟ طبعا ما عندكش حاجه تقولها. شاويش صابر افندم، فاضل حد بره؟ واحد بس يا فندم. خليه يدخل. اتفضل يا استاذ. ها خير، تفضل استريح. لو سمحت انا محتاج اكلم سيادتك كلمتين على انفراد. طب اتفضلوا استريحوا بره لغايه ما تمضوا على المحاضر. شاويش صابر افندم، خد الاخ خليه يستنى في الاوضه الثانيه. واستنى ليه؟ انا لازم اصلي الفجر حاضر. معلش النهارده صليه قضاء بعد ما توصل النيابه. ايه النيابه؟ انتوا ماسكين عليا حاجه؟ يلا 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 يلا. ده ظلم ده، والله ده ظلم ده. اتفضل اقعد. الظلم ده والله ده ظلم. يا فندم انا في الحقيقه مش عارف، انا لا مؤاخذه مش عارف انا جاي اشهد ضده ولا جاي اعترف على نفسي. ارجوك توضح لي كلامك. يا فندم انا خاطب بقالي 5 سنين، انا امين خزنه في الحكومه. لا قطاع عام. وبعدين انا عندي جرد بعد اسبوعين، لو ما كانش يرجع لي الفلوس اللي خدها خلو هخش السجن. ليه؟ من شهرين خطيبتي فسخت الخطوبه لاني ما قدرتش اعمل لها بيت نعيش فيه احنا الاثنين. اضطريت امد ايدي للخزنه. أنا بحب خطيبتي وعايز أرجعها. أنا سمعتي ومستقبلي في خطر يا حضرة الظابط. أنا مش حرامي يا فندم، مش حرامي والله العظيم، مش حرامي يا فندم صدقني. أنا طيب مش طيب طيب اهدى أنت وروق شوية. أنا أبويا الله يرحمه كان عسكري، والله العظيم كان عسكري. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. إحنا بقينا الفجر يا فندم. لو سمحت مضي الاساتذه بقى. حاضر يا فندم. كل اللي اقدر اعمله لك حاجه واحده من اتنين، اوعدك لو النيابه خلصت التحقيق وخدت فلوسك قبل الجرد ما يحصل عشان مستقبلك هغالط نفسي وانسى الكلام اللي سمعته منك، ولو الجرد حصل قبل ما تاخد فلوسك اوعدك برضو اني هشهد معاك وقول انك جيتني هنا وانت ندمان، بس ده ساعتها مش هيفيدك في التحقيق. متشكر متشكر قوي. ايدك متشكر. ربنا يخليك ابن حلال. افتكر الفطار دلوقتي في الحسين يبقى هايل. والله فكره، ونتمشى لحد هناك احسن، انا رجليا من القعده خلاص. نتمشى يا فندم. أنا عايز أعترف لسعادتك بحاجة. إيه؟ رغم كل الظروف وبعد اللي إحنا عمالين نكتشفه أنا متعاطف مع رمزي، بس ده ما يتعارضش مع شغلي كظابط بوليس لو أشوفه مهمتي أقبض عليه. مهمتك الأهم تستدعي أدري وشوكة وتوفيق بكرة. قصدي سيادتك النهاردة يا فندم. ها؟ آه النهاردة. متشكر. طيب ومديحة؟ مديحة موقفها القانوني ما فيهوش غلط، مسائل اجتماعية في حياتها شيء يخصها هي شخصيا ما يلزمش تحقيق. بس انا يا فندم نفسي اعرف رأيك الشخصي في موضوع رمزي. السفاح الجديد، اقرا السفاح الجديد، اقرا السفاح الجديد، السفاح الجديد. مرفوض تماما ان يسأر الانسان لنفسه او لغيره دون ان يكون مكلفا بشكل شرعي بهذا السأر، وكل من يحاول تحطيم قانون أو تشريع أو قاعدة اجتماعية هو قاتل للقيم والأصول والمبادئ، أي أنه سفاح من نوع جديد. Thank you.
يا فندم عاوزك تقدر معايا ظروف رمزي، مفيش داعي نستفزه عشان نسيطر عليه. السيطرة عليه دي مهمتكم، أنا ليا وجهة نظر ومن حقي أقولها. يا فندم ما قلناش حاجة، رمزي إنسان مجروح محتاج يحس إن إحنا في صفه علشان ما يحاولش يرتكب خطأ أكبر. أنت بتطلب مني أتخلى عن حريتي، عن التعبير، عن وجهة نظري؟ يا فندم أنا كل اللي بطلبه من سيادتك تأجل الإعلان عن وجهة نظرك شوية، وتسمح للأنسة سماح بمتابعة التحقيقات ونشرها، وبكده نتفادى تهور رمزي اللي ممكن تروح ضحاياه نفوس. رغم عدم اقتناعي برأيك هكون متعاون وأنفذ لك رغبتك، بس لو المدة طالت هرجع أهاجمه بعنف. يا فندم بطبيعة الأمور الوقت قصير قوي، مع السلامة. سعيد، ايه اخبار شوكة وتوفيق؟ بعتالهم يا فندم. الله، جرايح الظابط، انت بتقول ايه؟ بقول سعادتك والاستاذ توفيق مطلوبين للتحقيق. الله، انت بتهزر ولا بتتكلم جد؟ انا يا فندم ما فهمش في الهزار. يبقى لازم تعرف ان المناصب الكبيره لها اجراءات خاصه ومعروفه. روح بلغ اللي بعتوك يفهموا شغلهم الاول. في حاجه اسمها نيابه اداريه ورقابه اداريه علشان التحقيقات اللي تخصنا. اللي بعتوني فاهمين كويس هما بيعملوا ايه؟ لا مش فاهمين، ومن فضلك انت بتضيع وقتي. افتكر اني جاي ادي واجبي. انت جاي تستدعيني ولا جاي تقبض عليا؟ استدعيك. خلاص انا مش فاضي دلوقتي، لما هفضح هبقى اجي. في حاجه تانية؟ في مرة تانية بس بطريقة تانية. عن إذنكم. والعمل البارتي الهادي في الشاليه، وشهدي هيشوف له حل. شهدي مين؟ عضو. وش دخل مجلس بس؟ يا توفيق، يا توفيق هتفضل لإمتى مش فاهم؟ طيب فهم. تعال الليالي السهرة وأنت هتفهم. طيب. بس نعم. بلاش تجيب المدام وياك لان الليالي الجو مش مناسب. طيب حاضر. سيادة العقيد. اهلا انس سماح. اهلا يا فندم، في جديد؟ ادري في النيابة. وشوكة وتوفيق رفضوا يحضروا التحقيق. وهتنتهي على كده؟ لا ابدا، بس منتظرين التعليمات. تعليمات ايه يا فندم؟ ما احنا ليل ونهار بنتكلم عن الديمقراطية وسيادة القانون، خايفين من ايه؟ احنا مش خايفين ولا حاجة، بس في اجراءات. يا سيادة العقيد الوقت بيسرقنا، ورمزي في خطر، وزي الديب المجروح، وبدل ما يطلع لنا رمزي تاني وتالت، لازم نتحرك بسرعة. طيب اتفضلي حضرتك استنيني في المكتب، أنا طالع لمدير الأمن وجاي لك على طول. عن إذنك. اللي مكتوب في التقرير هو بالظبط اللي عملوه شوكة وتوفيق في الملازم اللي أنت بعته؟ واكتر من كده يا فندم. ومستني ايه عشان تتصرف؟ امبارح في الاجتماع مع الوزير قال بالحرف الواحد التعليمات عندنا بتقول اللي يغلط لازم يتحاسب مهما كان مركزه او وضعه. شد حيلك. القوه جاهزه يا فندم. انا هروح لشوكه وانت خد العربية التانية ووصل لتوفيق. انت سكتك اقرب، يعني هترجع هنا قبل مني. ما تبدأش التحقيق الا لما اجي، واتصل بالانسة سماح خليها تيجي كمان. امرك يا فندم. شوكت فين؟ شوكت دي مش هنا. دي امال مين اللي هنا؟ محدش غير يا بيه. الهاني من الولاد في العزبة من شهر يا بيه. قدامي قدامي. على فين يا بيه؟ تفرجني على الفيلا. حاضر حاضر حاضر. الأستاذ موجود؟ مين يا حسنية؟
مساء الخير يا مدام. اهلا، مساء النور. احنا اسفين للازعاج. يا ترى ممكن اقابل الاستاذ توفيق؟ هو مش موجود دلوقتي، في حاجه اقولها له لما يرجع؟ لا، احنا محتاجين له ضروري. يا ترى ممكن اعرف هو راح فين؟ الحقيقه مش عارفه، بس المفروض كان هيعدي على شوكه بيه ويخرجوا سوا، عندهم سهره شغل. راح فين؟ ما اعرفش ابيه راح فين؟ معرفش، لكن انا شفته وسمعت شوكه بيه بيتكلم في التليفون مع المطعم اللي بيتعامل معاه، بيطمن اذا كانوا بعتوا الحاجات المطلوبه للشاليه ولا لا. ولما جه توفيق بيه سمعته بيقول لشوكه بيه الشاليه في حته مقطوعه، كان لازمته ايه السهر هناك في الظروف دي بس. وشوكه قال له ايه؟ قال له ما تبقاش خواف يا توفيق، عيل زي ده يهز اعصابك بالشكل ده؟ عيل، انا ما اعرفش اكتر من كده. يا بيه، الشاليه ده اللي في الهرم ولا واحد تاني؟ اللي في الهرم دي شاليه الزهور مش كده؟ ايوه يا بيه. اتدور. نعم يا بيه، اتدور. حاضر حاضر. هاتوا له ميه. الو سعيد، كويس انك رجعت. ايوه قالوا هنا. انا لسه سماح عندك؟ طب خليها تستنى، انا هتصل بيك تاني. ايه اللي عمل فيك كده؟ واحد يا بيه شجراني قوي معه مسدس استفرد بيا. ليه؟ امال فين شوكت بيه؟ خرج قبليها. لوحده؟ لا، مع توفيق بيه زميله في الشغل وصاحبه يا بيه. راحوا فين؟ عندهم سهرة شغل. فين؟ في الشاليه بتاع البيه في الهرم. عنوانه ايه؟ معروف هناك قوي يا بيه، اسمه شاليه الزهور في صحرا سيتي. واللي هددك بالمسدس عارف الكلام ده؟ ايوه يا سعاده بيه. حالة اليوم دي مش خالص. اتفضل. منور يا شهدي بيه. اهلا اهلا. يا ترى بتتابع حكايه السفاح؟ طبعا. اهلا. يا ترى الراجل ده عاوز ايه بالظبط؟ ما هو ده رمز الموظف اللي انا حكيت لك عنه في التليفون. مساء الخير يا فندم. اهلا اهلا، مساء النور. توفيق لكم مسايبه من حكايه السفاح دي يا شهدي بيه. يا راجل دي حكايه صغيره قوي ولا تحطها ببالك، محلولة إن شاء الله عن إذنك. فضل. إيه؟ إزيك؟
عامله ايه؟ استاذن وكل حاجه. استاذن ايه اخبار العمليه الجديده؟ احنا تحت امرك، بس في عصاجة شويه في لجنه الفحص عندهم. مين اللي ماسكها هناك؟ اعتقد منصور رزق. تبقى بسيطه، بس في حاجه محتاج اصالحك بيها يا شهودي بيه. امر حكايه الخمسه في الميه بتعب قوي عشان اغطيها. يا سيدي كل واحد منا بيتعب في ناحيه. شوكت بيه عن اذنك. يجي على جنب هنا ما عدا الاثنين دول. في ايه؟ اهدى بس يا استاذ. مكانك معاهم هناك. تعالى يا توفيق، تعالى. انا عملت حسابي ان جايز ما لقيش هنا ورق ولا قلم. روح اقعد هناك، روح اقعد. جنبه يا شوكت بيه، روح اقعد جنبه. اقعد. ادي القلم لشوكت يا توفيق. لا اهو في اول الصفحه في وسط السطر اكتب اقرار. اكتب. اكتب يا ظالم بخط ايدك على الورق، اكتب من حروف عمري عمري اللي اتسرق. اكتب وقول واعترف واعترف. اكتب يا ظالم يا ظالم، فرشت الشوك انا مشيت وبحر الظلم عديت. اكتب وقول واعترف، لاجل الحقيقه ما تنكشف. انتوا الظلمة والظالمين، انتوا الظلمة والظالمين، انتوا الظلمة والظالمين. اكتب يا ظالم يا ظالم، انا البريء انا. اكتب المقراني بما فيه وامضي. خد القلم. ايه؟ امضي يا توفيق. حاضر. تفويق توفيق معاك. هات الاقرار. اصبر. اقعد مكانك.
ودلوقتي نصفي حسابنا بقى. انا خسرت حياتي وما يقضينيش قدامها غير حياتكم. راحوا فين؟ راحوا فين؟ جيت في وقتك يا حضرة الضابط، صوت العربية منح حدوث جريمة قتل من ثواني. حضرتك الأستاذ شوكت؟ أنا شوكت. أهلا وسهلا يا فندم. أمال فين شوكت بيه؟ نفد بجلده، زمانه مستخبي في الصندرة فوق. اتفضل. اعتقد سيادتك الاستاذ شوكت. تحت امرك. العقيد عماد الدين حسين الامن العام. اهلا وسهلا. اعتقد ان سيادتك المفروض تطارد المجرم اللي كان هنا، ما افتكرش انه لحق يبعد عن المنطقه. اظن ان الاهم تشرفوا معايا شويه في المديريه. ليه؟ خير؟ اعتقد شوكت بيه فاهم. فندم لو احتاجنا معلومات من سيادتك في التحقيق ممكن؟ انا اسف لان وضع ما يسمحليش، ثم انا مش فاهم حاجه ابدا من اللي بيحصل ده. عن اذنك. مين ده؟ شهدي بيه. سماح فين؟ عندها شغل في الجرنان وهتيجي على التحقيق. طب يلا بينا. اتفضلوا يا بهوات. اهلا. استر يا رب. اتفضلوا يا بهوات. قهوه؟ انا افضل اعرف احنا هنا ليه. احنا محتاجين نعرف منكم شويه معلومات. بخصوص ايه؟ حالا هنفتح المحضر وتعرفوا كل حاجه. محضر؟ افندم. انده للنقيب سعيد والسر رأفت. حاضر فندم. Thank you.
الإقرار. نقر نحن الموقعين أدناه شوكة الدربي وتوفيق جلال بأن السيد رمزي عبد السلام رئيس الحسابات السابق بالشركة التي يتولى أولنا رئاسة مجلس إدارتها وثانينا إدارتها العامة. نقر بأنه بريء تماما من كل ما وجهناه إليه من اتهامات في قضية الاختلاس الوحيدة التي اكتشفت في شركتنا. ونقر ونعترف بأننا قد دبرنا سويا الموقف بما يكفل اتهام رمزي جنائيا، وقمنا بإعداد وتزوير كل المستندات اللازمة لتأكيد الاتهام الموجه إليه. كما نقر ونعترف بمسؤوليتنا الشخصية عن حادثة الاختلاس السابق اتهام السيد رمزي عبد السلام فيها، ونقر أننا نتقاضى وحدنا العمولات بطريقة فيها تحايل على القانون عن كافة العمليات التي نتعاقد عليها وتقوم بتنفيذها الشركة. وهذا إقرار منا بذلك، المقران بما فيه شوكة الدربي وتوفيق جلال. احنا كتبنا الإقرار ده تحت التهديد، وده قانون باطل. وكان لازم ننفذ له طلبه علشان ما يموتناش. اعتراف تحت التهديد ملوش قيمة في نظري ولا يمكن انشره. يا فندم الموقف اتجه اتجاه جديد لصالح رمزي، اتجاه غير شرعي. طب انشره ضمن استعراض الحادثة نفسها؟ لو اعترفوا في التحقيق الرسمي انا هنشر الإقرار ده في الصفحة الاولى مع كلمة اعتذار مني الرمزي. ده وعد. وعد. ايه دول؟ موظفين الشركة جايين يشهدوا ضد شوكة وتوفيق. العقيد عماد هو اللي طالبهم؟ ما دي المفاجأة، جايين لوحديهم. بدل في قانون الصغير ما يخافش. لحظة واحدة. أهلا. أهلا يا فندم. اتفضلي. خاف من ايه؟ لازم نخاف يا سعادة البيه، أصلهم مسدودين من ناس من فوق. ناس من فوق يعني ايه؟ معرفش يا بيه، قال تتقال كده وخلاص يا بيه. لكن أنا كنت واخد احتياطي بعد حكاية الأستاذ رمزي. وخدت احتياطك ازاي بقى؟ ما كنتش بنفذ أي حاجة إلا بورقة من توفيق بيه. وكل ده غلط، وأنا عارف إنه غلط. يا فندم أنا بقى. لحظة يا أستاذ توفيق. طيب. وإزاي كنت بتنفذ أوامر غلط؟ إحنا غلابة يا بيه، وبنجري على لقمة عيشنا. طب اتفضل استنى في الأوضة التانية. حاضر. تضم لملف القضية. مش انت برضو اللي ماضي دول؟ ايوه انا يا فندم، بس انا ماليش دعوه يا فندم. انا كنت في كل صغيره وكبيره بنفذ اوامر الراجل ده. لا لا يا استاذ، ما ترميش كل حاجه عليا، ما انت عارف البير وغطاه. ايه ده؟ ما تاخدش في بالك، اتفضل استريح. فهمنا بقى، البيرو غطاه. احنا كل اللي بنعمله بننفذ تعليمات. تعليمات مين بقى؟ الناس لهم مراكزهم. وايه دخلهم في اداره الشركه؟ ما هو ما تقدرش تقول لهم لا. يبقى اتفاقات بقى مش تعليمات. والله سعادتك بقى ممكن تستفسر منهم. يا سيدي قول لي عليهم وانا استفسر. بس دول ناس عندهم حصانه. حصانه ضد الجدري؟ لا، حصانة ضد الحصب، حصانة ضد تحقيقات سعادتك وحاجات زي كده. ممكن لو تتكرم تطلب للنائب العام. We'll be right back.
فيما بعد أقيل من الوزارة وأصبح واحدا من كبار تجار استيراد الفاكهة بالذات الموز. فيما بعد أسقطت عضويته من مجلس الشعب حبس سنة مع إيقاف التنفيذ، أصبح شريكا في بوتيك ضخم للملابس الجاهزة حريمي. فيما بعد فصل حبس سنة مع الشغل وأصبح صاحب مكتب سمسرة عقارات وشقق مفروشة. فيما بعد فصل حبس 6 أشهر مع الشغل المسؤول عن متابعة راحة زبائن الشقق المفروشة التي يديرها شوكت. خلصنا. ما نقدرش نقول خلصنا إلا بعد ما نطمن على رمزي. بعد ما نطمن عليه هيفضل لي صديق أقدر أعتمد عليه اسمه عماد. أسفة قصدي العقيد عماد. سماح، مجرد صداقتك في حد ذاتها شيء اعتز بيه، وبتمنى من كل قلبي ان التقرير الطبي يطلع فيه خطأ وان رمزي يعيش. إني أعتذر له لأني لقبته بالسفاح، إني أعتذر لأنه قد ثبتت براءته، لكني أرفض كل ما قام به، وإن كنت أرفض معه التستر على أي مجرم أو سلبي أو منحرف منذ عهد الهدم ومنشد الثراء الحرام، ولكني أرفض منه أنه واجه كل ذلك بطريقة شخصية بعيدا عن أي شكل شرعي أو قانوني، لكني أعترف أنه ظلم. في الحقيقة الموضوع شائك ومعقد، إني أرفض معه وأرفض منه وأعتذر له وأعتذر عنه. قد يكون بعضنا بلا خطيئة، لكننا جميعا على خطأ، وإن لم نبدأ معا في تدارك الخطأ
إن لم تعد إلينا روح الحب والرغبة في البناء فلسوف يدمرنا سويا هذا الخطأ.